بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع للقاضي عياض في فقه الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. وكنا وقفنا في القسم الأول، في أثناء القسم الأول من القسم الرابع من المياه التي حلت فيها نجاسة، وقلنا أنه الماء الذي تحل فيه نجاسة ينقسم إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. القليل أقل من قلتين له حكم، هذا الماء القليل الذي هو أقل من قلتين إذا حلت فيه نجاسة يتنجس ولو لم يتغير، لأنه ليست عنده القدرة على دفع النجاسة لأنه قليل فيتنجس. ولكن هناك بعض أنواع النجاسات معفو عنها، يعني بعض النجاسات معفو عنها، وتكلمنا على نوع من هذه الأنواع وهي نجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة، فهي نجاسة وإن كان معفو عنها، وتكلمنا عنها بالتفصيل في الجلسة السابقة. هنيجي ناخد نوع تاني من المعفوات أيضا في النجاسات التي تحل في الماء القليل ولا تؤثر عليه ما لم يتغير، وهي يقول: وكذا وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، يعني وكذا في الحكم يعفى عنها. يبقى وكذا هنا أن يعفى عنها كما كان في حال النجاسة نجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة كالحشرات والذباب وغير ذلك، النجاسة التي لا يدركها الطرف العين، يعني طالما عينك ما شفتهاش، يعني كمية بسيطة من النجاسة لا يدركها عينك، لا تدركها عينك، بشرط يبقى عينك نظرك معتاد، لا هو حاد حد شديدة ولا هو بقى ماشي انت بتحسس كده مش شايف، يعني يبقى نظر معتاد، واخد بالك ازاي؟ لا، العبرة بالوسط، انما ما يبقاش واحد نظره ضعيف يقول اصل انا ما شفتش، طب ما انت اصلا مش شايف حاجات كتير، خدت بالك؟ ما ينفعش، ده ما ينفعش. او واحد تاني يكون نظره حاد قوي يشوف اللي ما حدش يشوفه، يبقى برضه ده ما لناش دعوه بيه، يبقى احنا العبره بالنظر المعتاد. النجاسه التي لا يدركها الطرف، فكل منهما يعني من ميتة ما لا نفس له سائله ونجاسه ما لا يدركه الطرف، اي منهما يبقى يعود على الاثنين دول، لا ينجس المائع. ما قالش الماء مع انه بيتكلم على الماء، يعني يدخل حكم اوسع، عايز يقول لك لا ينجس الماء القليل، وكذلك لو كان غير الماء مائع، يعني شوربه سمنه زيت، يبقى برضه لا ينجسها، تاكل وتشربها ما فيهاش مشكله، خدت بالك؟ فهو دخل المائع يعني علشان يوسع المساله، وان كان هو بيتكلم في المياه. أي فهي مستثناة أيضا، ولو كانت من مغلظ، ولو كانت النجاسة دي من مغلظ، مغلظ زي الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وقوله التي لا يدركها الطرف بسكون الراء، ما تقولش الطرف، لأن الطرف هو ذيل الشيء، طرف الإيه؟ الحبل، يبقى ده آخره بفتح الراء كده، إنما الطرف بسكون الراء يبقى ده النظر يعني. أيوه، ما يعني تولد من كلب مع كلب، او كلب مع خنزير، ما اعرفش نسالهم في عالم الحيوان، لكن لو فرض جدلا، واخد بالك ازاي، ان كلب كلب مع ذئب، لا ما هو الذئب ما يجيش، كلب مع ثعلب، فيجيبوا لك ثعلب ابن كلب، يبقى برضه نجس نجاسه مغلظه، خدت بالك ازاي؟ او مثلا خنزير مع اي حيوان اخر يجيب لك نجاسه برضو، الناتج نجس غير يعني نجاسه مغلظه برضو، يعني
يعني مش شرط يبقى كلب مع كلب او خنزير مع خنزير، يعني يكفي واحد احد الابوين يبقى كلب او خنزير يبقى الناتج برضه نجاسه مغلظه، خدت بالك؟ وقوله لا يدركها الطرف بسكون الراء اي البصر، والمراد الطرف المعتدل يعني البصر المعتاد العادي، بخلاف كل من الضعيف اللي هو ضعيف البصر والحديد اللي هو حاد البصر. فبصرك اليوم حديد يعني حاد من الحدة، يبقى كلمة الحديد هنا بمعنى الحدة، وهي صيغة مبالغة فعيل، الصيغة المبالغة خمسة منها فعيل وفي فعول وفي فعال زي فعال اللي ما يريد، ها فعال فعول فعيل فاعل مش كده ومفعال. والحديد اللي هي من الحدة أي القوي. ولو كان الطرف لا يدركها لكونها موافقة لما وقعت عليه، ولو كانت مخالفة لأدركها لا يعفى عنه. طيب بيدي لك مثال بقى تاني تفاصيل بقى ما هو بيحب يعلمك، بيقول لك طب افرض ان هي النجاسة دي بول، بول كده لونه زي المية كويس، لو وقعت على ثوب شفاف بقوم لون واحد فانا مش هعرف اميزه لانه بقوم لون واحد، خدت بالك ازاي؟ يبقى في الحالة دي العبرة بانه لا يدركها الطرف، ولا العبرة لو كانت مخالفة ادركها ولا ما ادركش؟ اعتبرها لو كانت مخالفة يدركها يبقى لا يعفى، وان كانت مخالفة لا يدركها الطرف، واخد بالك ازاي؟ اذا كانت يعني مخالفة ولا يدركها الطرف يعفى، وان كانت مخالفة ويدركها الطرف يبقى لا يعفى، لان قد تكون النجاسة اللي واقعة على لون البنطلون، بنطلونك لونه بني وانت عارف البراز غالبا لونه بني، لكن احيانا بيبقى في بعض الامراض يتغير لون، يقول لك بيجيب لونه مخدر يا دكتور، لا ده لونه مسود يا دكتور، ده شغلانات دي تاني امراض، لكن العاده ان البراز لونه بني علشان عليه سعصارات صفراويه بتدي له هذا اللون بعد ما تتاثر بالبكتيريا جوه القولون فبتدي اللون البني ده. فافرض انت بنطلونك لونه لون البراز بالظبط، فاذا وقع عليه رذاذ براز ممكن انت طرفك لا يدركها لان نفس اللون، واخد بالك ازاي؟ طب لو كان البراز لون تاني كان هيقدر طرفك يدركها ولا لا؟ لو كان مخالف يدركها يبقى لا يعفى، واذا كان لا يدركها وهو مخالف يبقى لا يعفى. فهمت المسألة بقى؟ يبقى العبرة بالكمية انها تبقى ضعيفة، كمية قليلة، واخد بالك ازاي؟ والكمية القليلة معناها ان طرفي لا يدركها، مش العبرة بعدم ادراك الطرف فقط بغض النظر عن كمية النجاسة، لا ده لازم تكون كمية يعني بقى عدم ادراك الطرف ده كناية عن قلة النجاسة مش كناية عن لون النجاسة. فهمت ازاي؟ عايز يبين لك ان العبرة بكمية النجاسة تبقى قليلة قوي، بحيث انها لو كانت كثيرة ولونها نفس لون الثوب فلا تستطيع ان تدركها فلا يعفى برضه لانها بقت كتير. فهمت المسألة بقى؟ اسمع الكلام، ها احنا بنتكلم ان هو شاف النجاسة ترتشت عليه فبص الثوب، اذا كانت النجاسة لونها مختلف عن الثوب وطرفه معتاد ولم يدركها يعفى عنه، خد بالك ازاي؟ طب افرض ان الترتشة كانت زيادة شوية وكانت النجاسة لونها لون الثوب، فهمت ازاي؟ فبطرفه مش قادر يميز لانهما نفس اللون، واخد بالك؟ يبقى في الحالة دي طالما لو كانت مخالفة يدركها يبقى لا يعفى. فهمت المعنى بقى؟ نقراها تاني عشان تفهم كلام الشيخ. بيقول ولو كان الطرف لا يدركها لكونها موافقة لما وقعت عليه يعني في اللون، ولو كانت مخالفة يعني في اللون لأدركها لا يعفى عنها. واضح؟ طب افرض أنا شكيت يا ترى دي كتيرة فيعفى فتؤثر ولا دي قليلة اللي هي اللي يسموه ايه الوسط بقى، يعني احنا قايلين القليل قوي قوي خلاص ده لا يؤثر،
لان لا يدركه الطرف، والكتير قوي خلاص ده يؤثر لانه يدركه الطرف. طب افرض بين البنين انا شاكك، يا ترى ده يدركه الطرف يعني يؤثر ولا لا يؤثر؟ لو شك هل يدرك الطرف او لا؟ عفي عنه عملا بالاصل كما قاله ابن حجر، برضو الكلام اللي فهمناه امبارح، لان ابن حجر عنده القاعده، ابن حجر الهيتمي مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتمي ده من اصحاب الوجوه، انما ابن حجر العسقلاني على جلاله قدره لم يصل انه يبقى من اصحاب الوجوه في فقه الشافعي، لانه غلب عليه علم الحديث، واخد بالك؟ لكن ابن حجر الهيتمي وان كان اقل بضاعه في علم الحديث الا انه اكثر بضاعه في الفقه من ابن حجر العسقلاني. فبيقول ابن حجر الهيتمي ماشي على قواعد مذهب الشافعي ان اليقين لا يزول بالشك، كويس؟ دي قاعدة عندنا. فطالما أنا شكيت يبقى ما ارفعش الحكم لأن أنا شاكك. ما ارفعش الحكم إلا بيقين. الرملي نقلا عن الإمام الحرمين قال لا، ده الكلام ده في الأمور التي هي على العزائم مش الرخص. لكن الرخص مبنية أصلا على التسهيل، فهو مسهل على حاجة سهلة يبقى أنا كده هتسيب. فهمت إزاي؟ فالامام الرملي بناء على هذا يقول لا، لان دي اصلا رخصه، دي معفوات، دي من باب الرخص، فلو شكيت تؤثر. انما اليقين لا يزول بالشك ده في باب العزائم، واحنا مش في باب الرخص، في باب المعفوات. وده برضو كلام وجيه، وابن حجر الهيتمي كلام وجيه. تعرف تحاول بقى ترجح بينهم، خليك قدهم، واخد بالك ازاي؟ مش تبقى كده هو انت لسه مش عارف كان واخواتها ولا ان والفرق بين ان وان وكده، تقول لا والله انا رايي. رايك ايه؟ على بناء على ايه يعني؟ ما ينفعش. يعني ينفع انت تروح للدكتور والدكتور يقول لك لازم تاخد الدواء ده مرتين في اليوم، تقول له والله انا رايي يا دكتور اخده 3 مرات، انا شايف كده. طب وانت ايه فهمك انت؟ اما يبقى دكتور زيي وهو عيان واحنا بنناقش بعض وهو جالي عيان، اقول له خده مرتين، يقول له ليه انت بتديني جرعه قليله كده، مش هو جرعته 3 مرات؟ يبتدي يناقشني بقى، لان احنا الاثنين علم واحد. فهمت؟ او ما اقبل. انما اللي قدامي ده مش دكتور يقعد يناقشني بتاع ايه، ازعل منه. فهمت؟ اشمعنى كده بتعمل في علماء الدين؟ علماء الدين لما تناقشهم ما يزعلوش منك على فكره، عشان تعرف ان هم احسن من الدكاتره. ولو انت مثلا بتبني عماره وجبت المهندس في الاساسات وقاعد يقول لك انا هحط التسليح بعدد معين، تقول له والله انا شايف ان الحديد غلي، مفيش داعي بقى العدد ده يعني، قلل لنا شويه في القطر وفي العدد وفي البتاع، خلينا نوفر لنا قرشين. يقول لك انت مهندس، طب ولو وقع البيت هتبقى مسؤوليه مين؟ ما يقبلش منك. ولو صممت يقول لك انا مش مسؤول، مش هاجي لك تاني، يفتح الله. اشمعنى مع المهندس ما بتعملش كده، تيجي مع الفقيه تعمل كده؟ دي تقول عليها ايه؟ نقول عليها ايه بقى؟ سميها بقى ما تسميها، انا ممكن اسميها اسم دمه تقيل شويه مش هقول. لكن على اي حال الواحد ما يناقش الا لما يبقى على نفس مستوى اللي بيناقشه، عشان تبقى الحكايه ماشي. ولو شك هل يدركها الطرف او لا عفي عنها عملا بالاصل كما قاله ابن حجر، ومقتضى ما تقدم عن الرمل عدم العفو. فهمت بقى كلامهم؟ ومقتضى كلام الشارح، الشارح بقى اللي هو مين؟ ابن قاسم الغزالي، صح. ومقتضى كلام الشارح انه لا فرق في النجاسه المذكوره بين ان تكون في محل واحد او محال. اصل هنا بيقول لك طب افرض الطرطشه دي صحيح لا يدركها الطرف على حده، لكن لو اجتمعت في مكان واحد كانت هتبقى كبير. شوف الفقهاء بيقلب لك الموضوع على كل الجوانب ازاي؟ عايزك تبقى راجل تفكر. فهمت ازاي؟ هل يعفى عنها وهي في محال متعدده بالرغم انها لو اجتمعت في محل واحد اثرت؟ ولا العبره بمجموعها؟ فان لو كان مجموعها يدرك فتؤثر. شفت كلامهم؟ كلام حلو. ما سابولكش حاجه. مش تيجي تقول بقى هم رجال ونحن رجال، لا هم ما سابولكش حاجه بالعربي. انت حاول الاول افهم كلامهم. وبعد ما تفهم كلامهم وتدرسه كده سنه واثنين وعشره وعشرين، لو ربنا فتح عليك ما يجراش حاجه، هنفرح بيك والله، بس ما تستعجلش.
ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل واحد أو محال، جمع محل يعني نقط كتير، لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يحث. يعني العبرة أنه لا يدركه الطرف بحيث في مجموعه لو اجتمع ما يبقاش يدركه برضه. خدت بالك؟ زي دبانة وقفت على إيه؟ على نجاسة. أكيد الدبان ده دبان كتير وقف على نجاسة. وبعدين وأنت معدي كده ولابس البدلة القبهة ما شاء الله، راح الدبان ده صار من على النجاسة وقف على البدلة. أكيد في رجليه نجاسات علقة. والدبان ده عدده كبير، وقف في حتة هنا وهنا وهنا في كل حتة دبان. وعلى دماغك وفي كل حتة، قعدت تنش الدبان لحد ما عديت من حتة. واخد بالك إزاي؟ دي نجاسة لا يدركها الطرف. وقليلة حتى لو اجتمعت كلها في محل واحد برضه لا يدركه الطرف، لأن ده اللي شايله الدبانة في رجله ده ولا أي حاجة، يبقى يقف عنه. خدت بالك ازاي؟ يبقى يقف عنه. فهمت المثال؟ لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يحس. قال الرملي في شرحه: وهو كما قال، أي حيث كثر عرفا. لو كثر عرفا يبقى ده يؤثر، وإلا فيعفى عنه، كما قاله الشبرم الليثي على شرح الرملي. الشبرم الليثي ليه شرح على شرح الرملي، والرملي شرح المنهاج، منهاج الطالبين. واخد بالك ازاي؟ في كفاية ايه المحتاج، في مغني المحتاج للشربيني، الخطيب الشربيني في شرح المنهاج، والرملي ليه كفاية المحتاج في شرح المنهاج شرح، والشبرم الليثي شرح الشرح. وان شاء الله انت تحشي على الشرح بقى. ان شاء الله بعد لما تتعلم بقى تعمل حواشي. كان مشايخنا كده، بص تلاقيه يجي على حاشيه الحاشيه وهو بيذاكر كده يروح كاتب لك ايه شويه تعليقات تعليقات، ويجوا في الاخر يوديها المطبعه تروح كاتبه طبعها ويقول لك ايه حاشيه فلان على فلان مع تعليقات للشيخ فلان. واخد بالك ازاي؟ بتبقى حاجات توسعه ثانيه، حاجات جميلة مفيش مانع، لكن ما تشطبش في صلب الكلام. خدت بالك من الأدب إنك أنت تذكر كلام السابقين زي ما هو، حتى لو أنت شايفه غلط اكتبه زي ما هو، وفي الهامش قول اللي أنت عايزه، إن شاء الله تقول ريان يا فدي، ما يجراش طالما في الهامش، علشان تثبت مين اللي قال، وكل واحد يبقى اللي بيجي بعدك يعرف ده كلام مين وده مش كلام مين. إنما عارف لو شطبت بعد كام سنة يجي غيرك يشطب، بعد كام سنة يشطب واحد تاني، تقوم اللي يجي لك كلام محرف، تبقى توراة محرفة. بقت توراة محرفة وإنجيل محرف، خلاص ما تعرفش تقرا منها، خدت بالك؟ لكن لازم تثبت كل حاجة على ما هي عليه، لأن أنت ممكن اللي أنت شايفه غلط دلوقتي بعد 10 سنين تيجي تقراه تلاقيه كان صح، تروح أنت شاطب الكلام بتاعك. بعد ما كنت كاتب إنه كان الأفضل الشيخ يقول كذا، انت بعد ما ارتقيت شويه في العلم تقول ايه ده الشيخ كان عنده حق، ده انا كلام انا اللي تكلم، تروح مثلا صح ولا لا بتحصل. واطلق الشيخ عطيه العفو، الشيخ عطيه قال العفو مطلقا سواء كان في محل متعدده او في محل واحد، وكبر مخك لان احنا بنتكلم على باب التيسير، فيسر على الناس، هيقعد بقى يجمع ويحسب الدبانه 50 دبانه ولا 100 دبانه ولا عملية صعبة، خدت بالك؟ فالشيخ عطية جزاه الله خير أطلق العفو، لأن العبرة بكل موضع على حدته. ده عند مين الشيخ عطية؟ يقول العبرة بكل موضع على حدته، مش بمجموع المواضع. فإن قيل كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف؟ عايز يعني واحد بقى بيقول لك طيب لو واحد بيسألك يقول لك إزاي أتصور أنا نجاسة موجودة على الثوب وأنا عيني ما تشوفهاش؟ إزاي؟ أجيب بأنه يمكن تصويره بما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس. لا نجس رطب لازم يبقى رطب علشان يعلق في إيه؟ في رجل الذبابة. أصل لو وقف على براز ناشف هيعلق في رجل الذبابة حاجة ما هو ناشف. خدت بالك؟ لازم يبقى رطب لان الرطوبة هي المحل اللي بينتقل خلاله النجاسة. وعشان كده لو الكلب مثلا
جسمه جاف خالص ناشف، وانت ثوبك ناشف خالص جاف وحكت فيك ما انتقلتش النجاسه، خش صلي. خدت بالك؟ لان مفيش رطوبه تنقل. لكن لو هو طالع من الحمام او من الترعه مبلول، او الدنيا بتمطر مبلول، وبعدين وانا ثوبي ناشف صحيح بس هو مبلول جنب لمسني، يبقى في الحاله دي انتقلت النجاسه، يبقى تنجس الثوب. يبقى لازم يبقى في رطوبه وسط تنتقل النجاسه من خلاله. فهمت ازاي؟ عشان كده يقول لك ايه، لازم يكون واقف على ايه، نجس رطب. ثم الدبان اللي واقف على النجاسه الرطبه دي طار 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 وراح واقع في الميه وغرق فيها، يبقى هو نجسته ما لا دم له سائل، معفو عنه، ميتته يعفو عنه لانه وقع بنفسه. لكن في نجاسه كمان في رجله، خدت بالك ازاي؟ برضه معفو عنها لان لا يدركها الطهر. خدت بالك؟ فانه لا ينجس مع انه علق في رجله نجاسه لا يدركها الطهر. ويمكن تصويره ايضا بما اذا راه قوي البصر دون معتدله، فانه لا ينجس ايضا. يعني واحد قوي البصر ادركه برضه ما ينجس، لان ده نظره قوي زياده عن اللزوم. فكل منهما، كل منهما يعني الميتة التي لا دم لها سائلة والنجاسة التي لا يدركها الطرف، أي من الميتة التي لا دم لها سائل والنجاسة التي لا يدركها الطرف، وقول لا ينجس المائع، كان الأولى أن يقول لا ينجس الماء القليل، لأنه بيتكلم في الماء. ليه قلب في المائع؟ فهمت ازاي؟ لأن الكلام فيه يعني في الماء وأنواع المياه، مش في أنواع الموائع. فهمت ازاي؟ ولعله عبر به إشارة إلى أن حكم المائع في المسألة دي كحكم الماء، فعايز يديلك أوسع، كحكم الماء القليل في ذلك المعلوم بالأولى. ويستثنى أيضا، يبقى من باب المعفوات أيضا، قاعد بقى مسكلك باب المعفوات وفاتحه لك بقى واخد، عايز يخلصه لك. بيقول لك ويستثنى ايضا صور مذكوره في المبسوطات، في الكتب الكبيره بقى، زي مثلا مجموع المجموع للامام النووي في شرح المهذب، ده كتاب يعني في المذهب حوالي 24 مجلد، فتلاقيه بقى كبير بقى في المبسوطات ده، تعيش فيه بقى. وتلاقي مثلا الازروعي ليه بعض الحواشي وصل حوالي 48 مجلد في المذهب، دي مبسوطات بقى، واخد بالك؟ يعني مبسوطه يعني ايه؟ يعني مش بتضحك يعني مبسوطه بتضحك، لا، مبسوطه يعني مفصله، واخد بالك ازاي؟ ويستثنى ايضا، اي كما استثنى ما تقدم، ومراد انه تستثنى هذه الصور من حيث العفو عنها لا بقيد كونها في الماء. هيتكلم على المعفوات في النجاسات مطلقا بغض النظر عن ماء او غير ماء بقى، يعني زي ما تقول جاب في الموضوع والمناسبة، فحب يفتح لك بقى موضوع المعفوات على بعضها بقى. خدت بالك؟ صور مذكورة في المبسوطات، منها قليل دخان النجاسة، نجاسة وطالع منها دخان لأن تعرضت للنار، واخد بالك ازاي؟ يعني مثلا أنا جبت في، أنت في الأرياف في مصر ياخدوا إيه؟ ياخدوا الروس بتاع البهائم ويعجنوه في الإيه؟ في التبن، وينشفوه ويستعملوه يخبزوا بيه، وساعات كمان يحموه ويحطوا عليه شوية بخور ويطلع البخور كده، الناس تشم البخور، واخد بالك ازاي؟ دي كلها دخان نجاس، لأنها نجسة عند الشافعية، لأن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس عند الشافعية. فهمت ازاي؟ نجس عند الشافعية، طاهر عند المالكية. طيب، فبيقول هنا منها قليل دخان النجاسة، دخان النجاسة القليل، وهو المتصاعد منها بواسطة نار، ولو من بخور يوضع على نحو سرجين، اللي هي الجلة، لا مؤاخذة بقى معلش، الجلة هي السرجين، خدت بالك ازاي؟ في الأرياف يقولوا عليها جلة، في وجه بحري، في وجه قبلي يقولوا عليها ايه؟ جلة برضه، بس بتعطيش الجيم، خدت بالك ازاي؟ خلاص. على نحو سرجين، ومنه ما جرت به العادة في الحمامات. الحمامات برضو بتلاقي طالع منها
واخد بالك ازاي؟ ساعات يعملوا بخور كده ويطلع البخور ده ويختلط، ايه البخور ده يعدي على النجاسه، الناس بتتبرز في الحمامات. كانت زمان الحمامات دي مجارير كده، مجرور، مش مواسير، واخد بالك، ترانشات يعني. فكان بقى ايه، تبص تلاقي النجاسه موجوده ويحط لك بخور، والبخور يطلع علشان برضو يقلل الريحه شويه، فيختلط بخار النجاسه مع بخار الحاجات دي كلها، فده كل ده معفو عنه، يعفى عنه، خدت بالك؟ وقيد ابن حجر العفو بما اذا لم يكن بفعله. ابن حجر الايتامي قيدها، قال بشرط ان ما يبقاش بفعله هو، لكن بفعل فاعل اخر. ولم يكن من مغلظ، وقال برضه يبقى السرجين ده او النجاسه دي مش من نجاسه كلب ولا خنزير، ما يبقاش مغلظ. ده ابن حجر الهيتمي. وظاهر كلام الامام الرملي الاطلاق مطلقا. العفو مطلقا، سواء كان بفعل نفسه او بفعل غيره، من مغلظ او من غير مغلظ. خدت بالك ازاي؟ يبقى اطلقا. ها؟ لا مش ما عكسهاش، هو هنا المسألة هنا عنده دخان النجاسة اللي طالع بالنار ده أصلا معفو عنه مطلق. ده دخان، يقول لك ده دخان لا جرم له. واخد بالك ازاي؟ ده حاجة لا جرم له. قليله قليله، لكن لو كان دخان بحيث بكثرته لو حطيت ثوب عليه يترصب منها، واخد بالك ازاي، من كثرته، يبقى هنا لا يعفو. فهمت؟ عشان كده قال لك قليل دخان النجاسه، قليل دخان النجاسه اللي هو لا يترك جرم على ايه، على الشيء. وخرج بدخان النجاسه بخارها، البخار اللي هو اللي طالع بنفسه من غير نار، شمس ضاربه في النجاسه والنجاسه قاعده تنشف ويطلع منها بخار بنفسها من غير نار، غير اللي طالع بالنار. اللي طالع بنفسه ده من غير نار ده معفو عنه مطلقا، بلا تفاصيل، كتير قليل مالناش دعوه. خدت بالك؟ وخرج بدخان النجاسه بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطه نار فهو طاهر، ومنه الريح الخارج من الكنف اللي من الكنيف يعني، او من الدبر. في المغرب على فكره يكتبوا على دوره الميه كنيف، كاف نيون يف، عادي كده، لغة عندهم عادية. واخد بالك ازاي؟ وهي لغة فصيحة على أي حال. ومنه الريح الخارج من الكنف أو من الدبر، يعني الإنسان ما بيطلعش من دبره، مش ليه هوا كان مختلط بالبراز جوه في القولون وطلع. واخد بالك ازاي؟ ده برضه نجاسة معفو عنها، يعني لو ملى كيس منها وشال وصلى بيه ما يضرش. هو الفقهاء عايزين يعلموك، هو محدش هيعمل كده اصلا، لكن هو يعني عايز يعلمك، هو عايز يعلمك. ها؟ اللي مركب كيس بيقول مع تحويل مجرى البراز في البطن ساعات يطلع منه ريح تبقى ماليه الكيس كده منفوخ، لكن مش براز. واخد بالك؟ فيبقى معفو عنه. هو ده اصلا بيني وبينك، الراجل ده اللي بالحاله دي او الست اللي بالحاله دي بيبقى معفو عنها من الاصل حتى لو في براز طالع، لان هنا العذر لوجود بقى العذر دي مساله ثانيه، لكن هو بيتكلم هنا في الانسان السليم المعتاد. وفي نقل الوضوء من عدمه بتحويل البراز دي هتيجي دي مساله ثانيه، على حسب بقى يعني هل ينقض وضوء ولا لا ينتقد بالخارج، دي مساله ثانيه هتيجي بقى ان شاء الله في الاحداث الناقده للوضوء. ومنه الريح الخارج من الكنف او من الدبر فهو طاهر، فلو ملأ منه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته. ومنها قليل شعر من غير مأكول بقيد ان يكون من غير المغلظ، ويعفى عنه في نحو القصاص اكثر من غيره، وهذا بعد انفصاله او مع اتصاله فهو طاهر. فهمت حاجة؟ لا نشرح حالك، نشرح لك الحته دي. انا اردت ان انا اقرا لك سطر على بعضه عشان تعرف اهميه الحضور على الشيء، بس علشان انت ممكن تقعد تقرا تحس تقول يا ده الانجليزي اسهل، صح ولا لا؟ ممكن،
وبعدين الفقه ده بالذات محتاج تتصوره علشان تبقى فقيه، فمحتاج كل كلمة تتصورها كويس. فهمت ازاي؟ تقوم بعد كده تبقى فقيه، تيجي تتسأل في المسألة أو تعرض عليك المسألة في حالك بينك وبين نفسك، تعرف تاخد الحكم فيه عشان تعرف تتصرف، ولا هتفطم نفسك امتى من دار الإفتاء؟ ما انت لازم توصل لمرحلة تفطم نفسك من دار الإفتاء، على الأقل في موضوع الصلاة والنجاسة. وبعدين بسألهم بقى في الطلاق والزواج والميراث، معلش ما يجراش حاجة، لأن دي احتياجك ليها قليل. يعني أنت كم مرة بتورث في عمرك؟ هي مرة مرتين في حياتك كلها، ساعتها روح دار الإفتاء مش مشكلة. لكن ده أنت بتصلي كل يوم، بتتوضى كل يوم، بتتبول كل يوم، بتتبرز، شغلانة، فمتعرض لمثل هذه الأشياء كل لحظة. فلازم الحاجات دي تبقى حاسمها كويس، خدت بالك ازاي؟ فبيقول ومنها، يعني من المعفوات، قليل شعر من غير مأكول. انت عارف ان غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم الاعضاء المنفصلة منه لا حكم ميتة، لا حكم ميتة، نجس. طب الشعر اللي انا بقصه ده من الحمار، الحمار ده غير مأكول اللحم، الحمر الأهلية غير مأكولة اللحم، صحيح الحمر الوحشية مأكولة اللحم، لكن في هناك في الأرياف أو في الناس اللي كان عندهم عربيات كارو كان يجي الحمار يحلق له، مش كده برضه؟ فأما يحلق للحمار يبقى بيقص الشعر، الشعر المنفصل ده نجس، خدت بالك ازاي؟ طول ما هو متصل بالحمار طاهر، لأن الحمار كده نفسه طاهر طول ما هو حي. لكن المنفصل منه لا حكم ميتته. الحمار لو مات ميتته ايه؟ نجس. يبقى المنفصل منه في حال حياته لا حكم ميتته، نجس. فهمت ازاي؟ طيب يبقى الشعر ده بقى بيقول لك ايه؟ ومنها قليل شعر من غير مأكول بقيد ان يكون من غير المغلظ، لان المغلظ نجس سواء كان متصل او منفصل. شعر الكلب والخنزير سواء كان متصل او منفصل ما يفرقش معانا، هو نجس في الحالتين، انما غير المغلظ ده ما يبقاش نجس الا لو انفصل. فهمت المساله؟ طيب البني ادم لا ينجس حيا ولا ميتا، ميتة الانسان طاهره ولا نجس؟ ما احنا قلنا المنفصل حال الحياه له حكم ميتته، ان كانت ميتته نجسه يبقى نجس، ان كانت ميتته طاهره يبقى طاهر، خدت بالك؟ ومنها، طب اخلص الجملة دي علشان بس ايه نخلص. ومنها قليل شعر من غير مأكول بقيد ان يكون من غير المغلظ ويعفى عنه في نحو القصاص اكثر من غيره. احنا قايلين اما يبقى قليل شعر، يعني انا معدي جنب حمار كده والحمار ده كان لسه حالق، واخد بالك ازاي؟ فتعلق في جسمي كده شوية شعر بسيط ما يضرش، يعفى عنه من المعفوات، بسيط. لكن الراجل اللي طول النهار قاعد يحلق في الحيوانات دي، واخد بالك ازاي؟ يعفى عنه في حاله هو اكثر، لان مهنته بتعرضه لاكثر. فهمت ازاي؟ لان دي اسمها نجاسه مهنه، يعفى عنه. فهمت ازاي؟ وفي القصاص يعفى اكثر، انما اللي مش شغال قصاص، حلاق يعني حمير ولا بتاع، يبقى خلاص بقى. او حلاق، الحلاق الكلاب ما يعفاش خالص، العيال الكلاب اللولو دي، واخد بالك، ليها كوافير. اه والله دي بيودوها كوافير، عارف، وشامبو وشغلانه. انا مره ولد كده كنت ماشي، مش فاكر في حي ايه كده، واد ماشي ماسك كلب يعني فرحان بيه فرح، يا وهو شكله شيك قوي، موضبه وعامل له بكابيك ولكاليك كده وشغلانه كده وقصه، عامل له قصه. فانا خايف من الكلب، انا عايز اروح اصلي، واحنا شافعيه بقى، الشافعيه دول بقى يجيبوا الكلب يترعب، واخد بالك، فانا عايز ابعد. يقول لي والله ده انا محبيب الشامبو يا عمو. يا ابني حتى لو عملت له 100 ايه؟ ولا شامبو هينبع ولا بتاع. هو مش متصور المسألة خالص. انا ايه عرفني بقى، انا كان هدومي راسي وانا ابعد عنه وخلاص. انا هدخل نفسي المشكلة مع ابن حجر الهيتامي والرمل ليه؟ انا الوقت عايز اخش سليم. واخد بقى، ابعد عنه، ما يمكن المعدي من شويه كده وعربيه ترتشت عليه فبقى رطب. انا ما اعرفش برضه، ما انا ما حطيتش ايدي عليه يعني ولا شفت، خدت بالك؟ وبعدين ده بيقول لك ده انا محميه بالشامبو، ما يمكن لسه رطب يعني وانشفه كويس.
فيعني الواحد ياخد باله، خد بقاي يعني، بحيث ان الشعر ده يبقى لا شعر كلب ولا خنزير، ادي من غير المغلظ عشان يعفى عنه، يبقى شعر غير كلب ولا خنزير مقصود، او متولد منهما او من احدهما. ويعفى عنه في نحو القصاص اللي هو بيحلق للبهايم، واخد بالك ازاي، والحاجات دي اكثر من غيره، وهذا بعد انفصاله. واما مع اتصاله فهو طاهر، طول ما هو حي ومتصل بيه خلاص طاهر، مفيش مشكله. طول عمر الناس بتركب الحمير وتنزل على الحمار تصلي، صح ولا لا؟ مفيش مشكله. واما مع اتصاله فهو طاهر. ومنها من المعفوات ايضا ما تلقيه الفيران في بيوت الاخليه وان شوهد فيها، واخد بالك، يعني ساعات الفيران كده وهي معديه في بيوت الاخليه، واخد بالك ازاي، يعلق بيها اشياء تقوم تجري كده، يقوم ينفصل منها بعض الاشياء دي، والغبار ده اللي جايباه من الاخليه توقعه مثلا على على الديق اللي انت منشره، على القمح اللي انت حاطه، على بتاع، يقف يقف عنه. الاخليه اللي بيت الخلاء الكنف، وان شوهد فيها. ومنها الانفحه في الجبن، المنفحة بتاعت الجبن دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحاجات متاخدة من معدة بعض انواع البهائم، خدت بالك ازاي؟ فهي برضو نجس ومعمولة بطريقة معينة، فللضرورة يعفى عنها علشان بيستعملوها في الجبن، فما تعتبرش بقى الجبنة نجس بالرغم من عشان فيها منفحة. ومنها الذبل الواقع من البهيمة حلحل بها، وانت بتحلب البهيمة كده ساعات يبقى في ضرعها في اثر زب، يقوم يقع مع اللبن، يقف عنه، خدت بالك ازاي. ومنها السرجين الذي يخبز به، السرجين احنا قلناه بقى مش هقولها تاني، طيب خلاص جزاك الله خير. ومنها السرجين الذي يخبز به فيعفى عن الخبز سواء اكله منفردا او في مائع كلبن وطبيخ، ومثله الخبز المقمر في الدمس، الخبز اللي قمروه. الدمس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فرن كده يعملوه من عجين روث البهائم مع التبن، ويعملوه كده ويعملوا له فتحة، واخد بالك ازاي، ويولعوا جواه ويحطوا الخبز عليه من براه، واخد بالك ازاي، عشان يقمروه، ده اسمه الدمس. دي في الارياف كان زمان الحاجات دي كلها. اصل الشيخ ابراهيم ده من البيجور، من الباجور يا عم، منوفيه، بياكل البتاو وبياكل عيش فطير مشلتت وعارف الحاجات دي، فبيذكرها لك لان هو عايش المسائل دي، فهمت ازاي. الدمس الثاني التميس ده بتاع الافغان هناك في الحرمين، اه تلاقيهم يلزقوه كده في البتاع كده. لا ده الثاني ده طاهر ما فيهوش حاجه. ومنه الخبز المقمر في الدم، فلو فت في اللبن وغيره عفي عنه. وهل يعفى عن حمله في الصلاة أو لا؟ العيش دي اللي أمرناه في الدمس ده يعفى في الأكل. طب هل ممكن أحطه في جيبي الرغيف ده وأنا بصلي ولا لأ؟ لأن لا ضرورة لحمله، فهمت إزاي؟ في ضرورة الأكل لكن ما فيش ضرورة لحمله، فهل يعفى بقى وانا حمل وانا بصلي؟ قال الرملي لا يعفى عن حمله في الصلاه، ماشي على قاعده، لان دي رخصه، فما فيش داعي ان انا، ما فيش ضروره ان انا اشيله وانا بصلي. وخالف العلامه الخطيب، العلامه الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، واخد بالك، قال لا يعفى عنه برضه حتى لو حمله، فقال يعفى عنه فيها. ومنها من المعفوات ما يبقى في نحو الكرش او الكرش، ينفع كرش وكرش، اللي هو المعدة بتاعة يسموها الكرشة، يقول يسموها كرشة برضه ساعات. الكرشة دي في حتة اسمها ام التلافيف، سمعت عنها دي؟ ام التلافيف تلاقيها مليانة تعرجات، تعرجات كتيرة قوي، مهما نظفت فيها لو قعدت 10 ايام برضه هتلاقي حتة كده فيها حاجة يعفى عنها،
لصعوبة الاحتراز، خد بالك ازاي؟ بس أنا الحقيقة أنا بعرف أكل، لكن لو أنت نفسك حلوة كلها ما يجراش حاجة، يقف عنها، خدت بالك؟ اللي هي أم التلافيف. ومنها ما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته، والضابط في ذلك أن الضابط بقى المعفوات أصلها إيه كلها؟ ليها ضابط كده. والضابط في ذلك أن جميع ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه، كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه، واخد بالك؟ كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه، واخد بالك ازاي؟ وقال لك غالبا ليه؟ عشان يراعي خلاف الرملي وابن حجر الهيتام. شفت؟ بس ساعات تقول طب وليه قايل غالبا يعني؟ يقول كل ما يشق الاحتراز عنه يسكت. لا، هو الشيخ عايز يراعي خلاف الرملي وابن حجر الهيتام، فيقول لك غالبا، لان ابن حجر الهيتام ما عفاش في احوال، وعفى في احوال وهكذا، خدت بالك؟ ناس بيوزنوا الكلام اكثر ما بتوزن انت الدهن، الفقهاء كده. له ان ياخذ ايهما. لا، ليها ضوابط كتيره في المذهب عندنا، كبير كتير قوي، واخد بالك ازاي؟ في ناس ترجح الرملي على ابن حجر، وناس لا ترجح ابن حجر على الرملي، لكن احنا تيسيرا على طلبه العلم بنقول لهم خد ما تيسر، اللي تحس ان هو يمشي مع طبعك خد بيه، واخد بالك ازاي؟ مؤقت، لان ده وجيه وده وجيه في معظم المسائل. هجيب لكم انا مره مبحث في ترجيح مين على مين، ده مبحث كبير، هجيبه لكم واطبعه ووزعه عليكم تخليه عندك، عشان لما تلاقي عندك مساله مثلا فيها اختلاف في الترجيحات تقوم تعرف انت هتاخد بترجيح مين وانت مقلد، واخد بالك ازاي؟ دي ليها برضو ضابط، ذكروا الامام ابن حجر الهيتمي، وذكروا الامام النووي اللي قبله، وذكروا كثير من علماء المذهب، واخد بالك؟ عاملين ضوابط، يعني يقول لك مثلا لو الرافعي رجح وجاء الامام النووي رجح ترجيح اخر، يقدم ترجيح الرافعي ولا يقدم ترجيح النووي؟ ايهما يقدم؟ دي مساله برضه عايزه دراسه، فانا هجيب لك الحكايه دي مره، واخد بالك ازاي؟ وان كان اللي هجيبه لك ده برضه ليس متفق عليه في كل اصحاب المذهب الداخلي. اذا كان المذهب هو بحر اهو، يجي التانيين يقول لك لا احنا عايزين ناخد من الدليل، دليل ايه يا ابني؟ دليل ايه؟ انت من اهل الدليل؟ العيال اياهم اللي انت عارفهم بتوع كل يوم دول. يعني ده صح وده صح، كله ناجي ان شاء الله، لان ده له وجهه نظر قويه والتاني ليه وجهه نظر قويه، خدت بالك؟ وبعدين يقول لك علقها في رقبه عالم، لما تيجي تقابل ربك تقول له يا رب ابن حجر الهيتمي اللي قال انا مشيت وراه، خلاص يقوم ربك يسال ابن حجر الهيتمي بس، مع السلامه، وانت عديت. تفضل تعتمد على كده طول ما انت مقلد، طول ما انت مقلد. اول ما توصل لدرجة الاجتهاد داخل المذهب يبقى يحرم عليك الا ان تأخذ بما وصل اليك اجتهادك. فهمت ازاي؟ يعني الامام النووي مجتهد في المذهب، يحرم على الامام النووي ان ياخذ باجتهاد غيره، لازم هو ينظر وينقد ويجتهد ولحد ما يرجح حاجة وياخده بترجيح نفسه. فهمت ازاي؟ لان وصل لدرجة الاجتهاد في المذهب، انما لما وصلش لدرجه الاجتهاد في المذهب له ان يقلد اي مجتهد من المذهب، بس بشرط صحه ثبوت النقل عنه. ففي كتب معتمده في المذهب لانها رجعت كثيرا فالمعلومات اللي فيها مدقق فيها، وفي كتب في المذهب غير معتمده لان النقول اللي فيها نقول مشكوك فيها. فهمت ازاي؟ فلازم اما تيجي تاخد باي الترجيحات تاخدها من كتب معتمده في المذهب. من ضمن المعتمد في المذهب شرح البيجوري على فكره، من كتب المعتمدة في المذهب، لأنها رجعت كثيرا ووجدوا أن كل النقول اللي فيها نقول دقيقة، خدت بالك إزاي؟ مش أي بقى كتب تاخد منها. هجيبها لك أنا مرة إن شاء الله. لا، دانيال الأوتار ده مش مذهب، ده بينظر في إيه؟ ده فقه مقارن، نظام فقه مقارن. الشوكاني ده شيعي زيدي، مش من أهل السنة، وإن كان
بيعتبروا الزيدية أقرب الشيعة لأهل السنة، ولكن له منهج وهو منهج الفقه المقارن. يعني إيه الفقه المقارن؟ يعني هو نظر في الأدلة ويرجح، ينظر في أدلة المذاهب كلها في الفرع الواحد ويختار هو بقى إيه. يبقى أنت لما هتمشي على نيل الأوتار بتمشي على اختيار الشوكاني من المذاهب كلها مش من مذهب واحد، خدت بالك إزاي؟ لكن أنا ما انصحكش، امشي ورا واحد من أهل السنة، واخد بالك؟ لكن الشوكاني كتابه قيم وكان بيدرس لينا في الأزهر نيل الأوتار، خدنا منه أجزاء. ليه؟ لأنه بيعلمك طريقة النظر في الأدلة ومناقشة الأدلة، فبيعلمك الحكاية دي، بيديك الملمح ده. فهو عايز كان يعلمه لنا في الأزهر مش عشان ناخد بكلامه وننفذه، لا، عشان يعلمك ملمح إذا وصلت لدرجة الاجتهاد كيف تناقش الأدلة. فهو بيديك بس إيه لمحة كده عشان لما توصل أنت للدرجة دي تعرف تستفيد. الإمام السيوطي طلع في مخه مرة إنه صار مجتهدا مطلقا. الإمام السيوطي كان علمه بحر، راجل بحر. فقال أنا بقيت إيه؟ صرت مجتهدا مطلق. فهمت إزاي؟ فعلماء هو طول عمره شافعي. علماء الشافعية بقى الكبار المعاصرين لعصره عملوا له عدة مسائل. مسائل بقى إيه يعني مضغمة من جوه المذهب. وبعثوها له، قالوا له رجح بينها. خد ورجح في المسائل دي، ادينا رأي. مش انت مجتهد؟ بتقول انك انت مجتهد مطلق. طب انت مش هتعرف ترجح في المسائل دي وهي على المذهب، ده انت ما وصلتش للكتاب في المذهب. هم عايزين يديله الرسالة دي. إذا كنت انت ما وصلتش درجة الاجتهاد داخل المذهب، فازاي تقول أنا بقيت مجتهد مطلق؟ فهمت ازاي؟ فهم مش يطلعوا يتخانقوا معاه. ما كانوش كده، مش شضلية زي الشباب بتوع اليومين دول. لا، كانوا علماء محترمين كده. فراحوا عملوا له ثلاث اربع مسائل من المسائل اللي هي ايه يعني يتعصر فيها اي واحد، ومسائل في المذهب الشافعي داخل المذهب والترجيحات فيها متفاوته، واخد بالك ازاي؟ وبعتوها له رساله كده، قالوا له اكتب لنا فيها رساله مع ترجيح احد الوجوه فيها مع بيان سبب الترجيح بس. ويسالوه بعد اسبوع يقول لهم اصل انا مشغول. بعد اسبوعين مش فاضي، هو بيتهرب، ما عرفش يرجح. وفي الاخر اذعن وقال لهم انا لا ما قدرتش. فقالوا خلاص خليك شافعي تاني، طاطي طاطي وخش في المذهب، واخد بالك ازاي؟ فالحكايه مش سهله، مش سهله انك انت تقول انا وصلت. يعني دي عمليه يعني ربنا ييسر لنا الامور. واشار للقسم الثاني. القسم الثاني من الايه؟ من القسم الرابع اللي هو ماء كثير حلت فيه نجاسه. احنا قلنا الماء القليل اللي حلت فيه النجاسه يبقى ايه؟ يصير متنجس، وفي بعض المعفوات اتكلمنا عنها، خدت بالك ازاي؟ طيب الماء الكثير اللي هو قلتين فما زاد حلت فيه نجاسه حكمه ايه؟ هيبتدي يتكلم عليه بقى دلوقتي. واشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير. يبقى العبرة فيه بالتغير. يبقى هو عنده قوة على دفع النجاسة، الماء الكثير اللي قلتين فأكثر، بحيث لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يظل طاهر مطهر. فهمت ازاي؟ لأنه قوي من كثرته. إنما إمتى ينجس؟ إذا تغير بالنجاسة. يبقى العبرة بالتغير، بخلاف القليل. الماء القليل ليس عنده القدرة على دفع النجاسة، فلا ننظر للتغير، ننظر بس ان حلت فيه نجاسه غير معفو عنها يبقى خلاص بقى متنجس. واشار للقسم الثاني قال المحشي فيه ما مر، اي المحشي اللي هو الدماميني اللي حش على على الشارح قبل الامام البيجوري، فكان ايه بيقول عنه. قال المحشي، اوعى تقرا المحشي، ممكن تقرا المحشي بس اوعى. قال المحشي، اصل فعلا المحشي ده بيحشي في وسط الشرح زي اللي بيحط الرز، واخد بالك، جوه المحشي، واخد بالك. فالمحشي كده برضه بيحشي كلام في وسط كلام، يحشي كلام في وسط كلام، فسموه محشي، خدت بالك ازاي؟ قال المحشي فيه ما مر، اي من ان جزء الشيء لا يكون قسما له، فكان الاولى تسميته بالنوع. ده نظام المناطق زي ما قلنا، ان المناطق تقسم ايه؟ جنس،
فقسم فنوع ففصل كده ففرع، تمشي كده بالنظام واخد بالك. لكن قال لك ان الفقهاء ما بيراعوش الحكايه دي، الفقهاء ما بيراعوش تقسيمات الايه المناطق، فممكن يقسموا القسم الى اقسام. الفقهاء ما بتفرقش معاهم نظام المناطق في كتب الفقه. قال المحشي فيه ما مر، اي من ان جزء الشيء لا يكون قسما له، فكان الاولى تسميته بالنوع، لكن تقدم لك ما فيه فلا تغفل، يعني افتكر بقوله متعلق باشار، او كان كثيرا اشار بتقدير كثيرا الى ان المدار على الكثره، ولذلك قال قلتين فاكثر، يعني حوالي 200 لتر فاكثر. القلتين يعني 200 لتر، اوعى تفتكرهم القلتين القناوي اللي انت يمكن بعضنا ما شفهمش، لكن انا شفتهم. ولذلك قال قلتين فاكثر، يعني 200 لتر فاكثر. فاشار الى ان قول المصنف قلتين ليس بقيد فضابط الكثير ان يكون قلتين فاكثر، لكن بشرط، بشرط ان يكون من محض الماء، يعني ماء محض، فهمت ازاي؟ ولو مستعملا، ولو كان هذا الماء مستعملا في رفع حدث وانا جمعته بقى قلتين فاكثر يمشي، لانه ماء، فهمت ازاي؟ مستعمل في رفع حدث او ازاله نجس دون ان يتغير، فهمت ازاي؟ وكانت كميات بسيطه فجمعتها بقت 200 لتر، يمشي، ينفع اتوضى بيه تاني. ايوه قول. بقولي او كان كثيرا قلتين. فاشار الى ان قول المصنف قلتين لا اصل هو قايل هنا قلتين، هنا يعني هو قلتين، واخد بالك ازاي؟ فاكثر فتغير فتبقى مضاف، كان هو قلتين تبع الإضافة، مش كده برضو؟ لأن هنا كان هو قلتين فتغير، الخبر هو فتغير، الخبر هو الجملة الفعلية، خدت بالك؟ فقلتين دي مضاف، مضاف لاسم كان المحذوف، خدت بالك ازاي؟ يعني كان الماء قلتين، كان الماء، كان الماء قلتين فتغير، واخد بالك ازاي؟ اصل هو بيقول عايز يخليه، ما انت خد بالك انت الان ليه، ما هو منصوب بالياء لانه مثنى، خبر كان خلاص يمشي. ها انت تقصد بقى في الشرح كان يغير؟ لا ما بيغيرش، بيجيبه على الحكايه زي ما هو، واخد بالك ازاي؟ زي قرات في سوره المؤمنون، ما تقولش المؤمنين، فهمت ازاي؟ لان بتجيبها على سبيل الحكايه، فهمت ازاي؟ فهو جايبها على سبيل حكايه كلام المصنف. الى ان قول المصنف قلتين ليس بقيد، فضابط الكثير ان يكون قلتين فاكثر، لكن بشرط أن يكون من محض الماء ولو مستعملا. فلو كان معه ماء دون القلتين وكمله بماء ورد أو نحوه فهو في حكم ما دون القلتين في تنجسه بمجرد الملاقاة، وإن جاز التطهير به لأن الأول من قبيل الدفع والثاني من قبيل الرفع، والدفع أقوى من الرفع غالبا، وقولنا غالبا احتراز من الإحرام، فإنه يدفع النكاح ولا يرفعه، لأنه إذا كان محرما ونكح فلا يصح النكاح، فقد دفع الإحرام النكاح، وإذا نكح وهو حلال ثم أحرم لم يبطل النكاح فلم يرفعه، فيكون الرفع أقوى من الدفع هناك، فهمت؟ نشرحها الحتة دي، عايزة رواية شوية. شوف يا سيدي، بيقول لك إن الماء لما تحل فيه النجاسة كويس لابد إن يكون الماء ده
كتير قوي عشان يقدر يدفع حكم النجاسة، يبقى ده اسمه الدفع. كويس. لكن الماء لو كان ما حلتش فيه نجاسة بيرفع الحدث. فهمت ازاي؟ فالرفع، رفع الحدث اخف من دفع النجس. رفع الحدث اخف من دفع النجس، بدليل ان انا لما بقول ان ماء قليل اختلط بمائع طاهر لم يغيره ولم يرفع اطلاق اسم الماء عليه ما زال طهور. صح ولا لا؟ طهور يعني يرفع الحدث، يبقى الرفع اخف. صح ولا لا؟ لكن لما يجي للماء قليل وحلت فيه نجاسة ما قدرش يدفعها، فالدفع اقوى، ما قدرش الماء يدفعها عن نفسه اثر النجاسة، فراح وقع بقى متنجس مش قادر يعمل حاجة، يبقى الدفع اقوى من الرفع. افهم ده؟ فهمت الحتة دي؟ طيب نيجي نقرأ بقى عبارة الشيخ عشان نفهم الحتة دي، وبعدين ندخل في الاحرام حتة حتة، لان في الاحرام العكس. شوف بيقول ايه. لكن بشرط ان يكون من محض الماء ولو مستعملا. فلو كان معه ماء دون القلتين، خد بالك من المثال، فلو كان معه ماء اقل من قلتين، معايا انا 190 لتر اقل من قلتين، فزودت عليه ماء ورد بقى 200 لتر بقى قلتين. طبعا انت ما تحط 10 لتر ماء ورد في 190 لتر ميه مش هتغير صفر، مش لانه الميه كتيره، هتلاقي مش هتدي لا ريحه ولا بتاع، مش هتتغير، مش هتغير اطلاق اسم الماء عليه. ما احنا قايلين التغير الذي يغير من اطلاق اسم الماء عليه هو المؤثر في عند الاختلاط بالطاهرات. صح ولا لا؟ يبقى الماء المتغير الذي اختلط بطاهر بحيث انه غير اطلاق اسم الماء عليه بحيث ما اقدرش اقول عليه ميه، هو ده اللي يؤثر، يجعله طاهر غير مطهر، يعني يجعله طاهر لكن لا يرفع الحدث. لكن انا لما يبقى عندي الماء دون القلتين بلتر ولا اتنين، رحت انا مزوده مية ورد بقى قلتين، واخد بالك ازاي؟ اقدر ارفع بيه الحدث، ارفع بيه الحدث. لكن لو المية دي لما زودتها بماء الورد وقعت فيها نجاسة ما تقدرش تدفع النجس، اعتبرها قليلة، لان اللي بيدفع النجاسه حجم الميه، وحجم الميه اللي فيها اقل من 200 لتر. فهمت ازاي؟ فهمت كلام الشيخ بقى؟ نقرا تاني. فلو كان معه ماء دون القلتين وكمله بماء ورد او نحوه، ماء ورد او نحوه، يعني حطت مرقه، حطيت ميه كان منوع فيها تمر، يعني اي حاجه طاهره، اي سائل طاهر بحيث لا يغير صفه من صفاته، وخليتها بقت 200 لتر او نحوه، فهو في حكم ما دون القلتين في النجاس، في النجاس، في تنجس، لانه لا يستطيع ان يدفع النجاسه اذا حلت فيه. واضح؟ بمجرد الملاقاه، وان جاز التطهير به لو ما حلتش فيه نجاسة. فهمت ازاي؟ وان كان جاز التطهير به لو ما حلتش فيه نجاسة، لان الاول اللي هو حلول النجاسة عايز الدفع، لان الاول من قبيل الدفع فمحتاج مية كتير عشان يدفع عنه حكم النجاسة، والثاني اللي هو رفع الحدث من قبيل الرفع، والدفع اقوى من الرفع غالبا. فهمت بقى الحته العباره دي؟ الحمد لله. وقولنا غالبا ليه؟ بيحترز من الاحرام، لان الاحرام مع عقد النكاح الرفع فيه اقوى من الدفع، بالعكس. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين ان المحرم لا يجوز له ان يعقد عقد نكاح، فلو عقد عقد نكاح وهو محرم بحج او عمره يأتي الإحرام فيدفع صحة العقد، يأتي الإحرام
يدفع صحة النكاح. كويس؟ طيب لو كان حلال مش محرم وعقد النكاح ثم أحرم فجال إحرام ما يقدرش يرفع صحة العقد. فهمت ازاي؟ تخيلت المسألة؟ يبقى هنا الرفع أقوى، ما قدرش، والدفع كان أسهل. ففي الإحرام الدفع أسهل من الرفع في باب الإحرام مع النكاح، وفي باب المياه فيما دون القلتين فزاد بغيره فالدفع فيه أقوى من الرفع. واضح الكلام؟ الحتة الحلوة دي يعني الحمد لله، يعني ممكن لو كنت قعدت انت فيها لوحدك كده كنت هتتلخبط كتير، فادي فايدة طلب العلم على المشايخ انك انت تستفيد بيها. نقراها تاني هتلاقيها بقى سلسة. عارف في الاول لما تقراها تحس انها كانت صعبة قوي، لكن اقراها تاني كده شوف. بيقول: فلو كان معه ماء دون القلتين وكمله بماء ورد أو نحوه فهو في حكم ما دون القلتين في تنجسه بمجرد الملاقاة، وإن جاز التطهير به. واخد بالك ازاي؟ لأن الأول اللي هي موضوع حلول النجاسة من قبيل الدفع، والثاني من قبيل الرفع، والرفع والدفع أقوى من الرفع غالبا. فهمت ازاي؟ لا هو بقى قلتين بس مش بمحض ماء، ده أنا وصلته قلتين بغير الماء. أيوة بس احنا بنتكلم لما تحل فيه النجاسة هحكم بأنه أقل من قلتين حتى لو هو وصل قلتين بغير الماء، لأن العبرة أنه يبقى قلتين بمحض الماء عشان يدفع حكم النجاسة. فهمت المسألة؟ لكن هنا وصل قلتين صحيح بس مش بمحض الماء، ده بإضافة مائع غير الماء عليه. ها؟ بس مش بماء. ها؟ ما هو ما يجراش حاجة، عشان كده احنا بيعفى عنها في حال رفع الحدث، لكن لا يعفى عنها في النجاسة لأن النجاسة حكمها أغلظ. فهمت ازاي؟ ففي النجاسة محتاجة دفع، والدفع عايز قوة وكثرة، والماء اللي في داخل القلتين دول مش 200 لتر أقل، فما يدفعش النجاسة. فهمت المسألة؟ أيوة في حال النجاسة، وما اهتمتش في حال رفع الحدث لأن رفع الحدث أخف. فهمت إزاي؟ لأن العبرة بأنه أقل من قلتين، لأن أنا كملته بشاي ما كملتوش بميه. فهمت ازاي؟ ده انا كملته بحلبه. احنا كان عندنا ايه النهارده؟ كملته بكركديه. واخد بالك ازاي؟ يبقى خلاص ما ينفعش. مهما كانت الزياده دي قليله. اذا هنا في عندنا القلتين هل تحديدا ولا تقريبا؟ فيها وجهين. هل هي للتحديد او للتقريب؟ وجهان. والراجح انها للتقريب فلا يضر لتر او لتران. فهمت ازاي؟ للتقريب. يعني 198 تمشي. تعتبرهم قلتين 198. انما 190 ما ينفعش. ليه؟ لان انا لو هشتري 200 لتر من عند الراجل وجيت عيرتهم في البيت لقيتهم 98 مش هتصل بيه اقول له انا ناقص لتر. فهمت ازاي؟ صح؟ لكن لو عيرتهم في البيت لقيتهم 190 هقول له ده انت راجل ايه؟ ما ادتنيش حق. ده في 10 ناقصين. فهمت ازاي؟ لكن انا لو لقيتهم ناقصين واحد او اثنين عرفا اعديها. صح ولا لا؟ يبقى علشان كده قال لك ان العبره بايه؟ بالتقريب لا بالتحديد، بحيث تبقى قريبه قوي، بحيث ايه؟ عرفا الناس تعتبرها ماشيه. يعني لو انت معاك 198 جنيه في جيبك ممكن اما واحد يقول لك انت معاك كام تقول له 200 جنيه. صح ولا لا؟ يعني تمشي تقربها يعني. وعاده العرب بتعمل كده. وفي وجه عندنا على فكرة للتحديد قال لك يضر، في وجه بس الراجح انها للتقريب اختلفوا فيه. يعني في ناس قالوا من 196 اقل تحديد 196،
واقصى تحديد 200. كل ده تحدد فيها القلتين. فهمت ازاي؟ بالاحوط بنخليها 198 مشايخ، وقالوا على التقريب خليها 200 وخلاص، وضبها بقى كده وخلاص، واحنا قايلين ان هي لو 200 ونقصت لتر او اتنين تمشي، خدت بالك؟ فتبقى ماشيه. ايوه خليها الاسبوع ده، الاسبوع ده يعني نتفق الاسبوع الجاي تكون اديته خبر. ده لسه بس السبت هيبقى يوم سبت، ده لسه بس هيبقى السبت يمكن 3 مايل. استنى بعدين نبقى نتفق. نيجي بقى الحته دي، وان جاز التطهير به لان الاول من قبيل الدفع والثاني من قبيل الرفع، والدفع اقوى من الرفع غالبا، وقولنا غالبا احتراز من الاحرام، فانه يدفع النكاح ولا يرفعه. فيبقى الدفع هنا اخف، يدفع النكاح ولا يرفعه، لانه اذا كان محرما ونكح فلا يصح النكاح، فقد دفع الاحرام نكاح. وإذا نكح وهو حلال ثم أحرم لم يبطل النكاح فلم يرفعه. واضح الكلام؟ سهلة الحمد لله. فيكون الرفع أقوى من الدفع هناك. هناك فين؟ في باب الإحرام وفي باب المياه. الدفع أقوى من أي من الرفع. سهلة الحمد لله. طيب ونقف عند هذا. فتغير بقى الأحسن، ده بقى 9:30 ل 5. ده الحتة دي كويس قوي، ده أنت تعض عليها بالنواجذ إنك فهمتها. الحمد لله الذي أعاننا على ذلك. أيوه. لا الدفع أقوى في باب المياه. دفع النجاسة محتاج مية قوية أوي 200 لتر عشان تدفعه. تدفع حكم. ايوه ما احنا بنتكلم في من بياب المياه اللي اقل من قلتين حلت فيها نجاسه، واخد بالك ازاي، وكثرت بغير الماء الى قلتين ما تقدرش ترفع النجاسه برضه، لان الدفع قوي عايز يبقى الماء كثير. مع ذلك تجوز ان تتطهر بيه، مش بالنجاسه بقى اللي حلت فيه، لم بالماء كله دون ان تحل فيه نجاسه. فهمت ازاي؟ بالرغم ان اختلط بمائع غير ماء، لان رفع الحدث اخف حكم. فهم؟ والله اعلم. ايوه. لا ده مش مسألة كمية، أنت ممكن ترفع حدث الوضوء بشوية مية قد دي. ما فيهاش مشكلة، احنا بنتكلم هل المية دي اللي انا غرفها من البرميل اللي كان فيه 190 لتر وحطيت كملته وخليته 200 لتر بحاجة غير مية، هاخد انا منها دي ينفع اتوضى بيها ولا ما ينفعش؟ فهمت ازاي؟ قال لك ينفع تتوضى بيها، لان لم يغير هذا الطاهر اطلاق اسم الماء عليه. لو جبت اي واحد ماشي في الشارع يقول لك انا عايز اشرب وشرب، يمكن ما يكتشفش ان فيها حاجة، يقول لك يا سلام المية بتاعتك حلوة يا عم الشيخ، يبقى لم يغير اطلاق اسم الماء عليه، فتبقى يبقى ممكن اتوضى بيه. لكن الميه دي اللي انا زودتها الى 200 لتر بغير الماء وقعت فيها فار، واخد بالك ازاي، وما غيرش اي صفه من صفاته، واخد بالك ازاي، يبقى اقول انها عندها القدره على دفع النجاسه فاتوضا بيها، ولا اقول لا؟ اقول لا ما عندهاش القدره، لان هي اقل من قلتين ليست عندها القدره على الدفع. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. فهمت الحكاية؟ والله اعلم. هتقول لنا حاجة؟ يلا يا شيخ. ايوه.